السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 27 تشرين الثاني نوفمبر. طبعا القمر اليوم يعني بدنا نعتبر انه في اخر يعني دقائق من بعد منتصف الليل لينتقل لبرج الجوزاء، هو الان موجود في برج الثور في مرحلة خلو مسار. الساعة 12 و 40 دقيقة بعد منتصف هذا اليوم اللي هو ليلة الأحد على الاثنين بنتقل للجوزاء ورح يضل القمر موجود في الجوزاء حتى تمام الساعة 6 و 53 دقيقة من صباح يوم الأربعاء 29 11 لينتقل بعدها القمر لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد راح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا زي ما ذكرنا إنه القمر الآن آه يعني مساء يوم الأحد بدأ في خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة تسعة دقيقة من مساء يوم الأحد ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة و وأربعين دقيقة بعد منتصف الليل ليستقر القمر بعديها في برج الجوزاء إذا اليوم رح نتكلم عن وجود القمر في الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة 12 و40 دقيقة زي ما ذكرنا رح يكون موجود في برج الجوزاء عشان هيك طول يوم الاثنين او اغلب يوم الاثنين او خلال يوم الاثنين بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات برضو بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة وعشرين دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وألا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت غرينتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبرضه بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن ألا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهي بتعني أنه الساعة تسعة و16 دقيقة صباحا رح يكتمل القمر بدر 100% بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الاخر. الآن في أشخاص راح يقولولنا لنا طب ما إحنا مساء يوم الأحد شفنا القمر مكتمل أو مساء يوم الاثنين برضو راح تشوفوا مكتمل لأنه الاكتمال بيجي في ساعات الصباح فعشان هيك من ساعات المغرب ولغاية ما بعد المغرب أو ما بعد العشاء يعني تقريباً هول عند منتصف الليل بظل مكتمل بعدين بصير يتناقص عشان هيك بظل مية في المية. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية طبعا بدأت تأثيراتها يوم 25-11 مستمرة بتأثيراتها ليوم 1-12 اليوم ذروتها ساعة واحدة و27 دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بت يعني بيكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين بيكون من الصعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك برضو ممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل لا تحاولوا أنكم تراجعوا وضعيتكم في هاي الفترة لأنه ما رح تتوصلوا لشيء طبعا زي ما حكينا في حلقة يوم 25-11 أنها هاي بتدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي وبرضه بيتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات بخصوص قطاع الصيد أو القطاع البحري أو الأمور اللي تتعلق بالسوائل زي النفط والغاز والأشياء اللي مثل هيك والمجالات الفنية وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية. بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا خلال هذا اليوم اللي هو يوم الإثنين عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل. طبعا هو أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية لأنه القمر بيمرح للإكتمال الكامل إلا إذا كانت عمليات اضطرارية وأكثر ناس بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيأخذوا أدوية مميعة طبعا هاي الأعضاء تحديدا اللي ذكرتها الآن هاي لا طارئة ولا مش طارئة يعني ما ينعمل لهاش عمليات جراحية خلال هذا اليوم باقي أعضاء الجسم إذا كانت اضطرارية ما في أي مشكلة طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات العمليات الجراحيه للتجميل ولكن للحقن ما في اي مشكله لا يصلح لازاله الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ايضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته خلو المسار القادم بيكون الساعة واحدة وثلاث دقائق فجر يوم الأربعاء وبيستمر لغاية الساعة ستة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش ليستقر القمر بعديها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 2 و 28 دقيقة عصرا بصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22/12 منتحس بنسبة 75% القمر في الثور بده ينتقل للجوزاء وراح يضل موجود بالجوزاء لغايه يوم 29/11 منتحس بنسبة 40% الان في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في القوس حتى يوم واحد اتناش عشر سعيد الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الميزان حتى يوم اربعة اتناش عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في القوس حتى يوم اربعة واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اتناش عشر منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت حتى يوم 29/6 سعيد بنسبة 15% في المية. اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27/1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6/12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في المية. الجدي حتى يوم 2/5 سعيد بنسبة 15% في المية. وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبإمكانكم تفاوضوا بثقة وجراءة حول الدفاع عن حقوقكم وقضيتكم لكن بدكم تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هيك باكر للعمل وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفعالية والنشاط وممكن تسمع جواب يعجبك أهم إشي إنك برضو ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بتنهم كل يوم في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكم تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لأوضاعكم لا المالية أو تخوضوا تجربة مهمة تمتحن موقعكم وخبراتكم أهم شيء إنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي. تريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصروفك. احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد. برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعاً عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. تكثر المشاريع وبتختلط الواجبات اهم شيء انك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد الاهداف والاولويات باستطاعتك استعاده الموقع وانجاز الكثير اليوم الاجواء رح تكون داعمه لك بقوه حتى على المستوى العاطفي رح تكون ملفت للنظر للجنس الاخر برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان، طبعاً بينال التعب منكم، ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل، وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم. بشير القمر طبعاً في هذا المكان لركود وتأخر في سير الأمور. حاذر من التراجع الصحي والمعنوي، واستريح بعيد عن الأضواء ولا تختلق أعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات. برج الاسد بالنسبه لمواليد برج الاسد بتنشط اجتماعيا اليوم اليوم ما يعني كل مكاسبك من علاقاتك ممكن تلتقي الاصدقاء ويعتبر هذا اليوم مناسب لطلب استشاره او تاييد احدهم وبرضه ممكن يتوجه لك دعوه لحضور حفله او مناسبه سعيده اهم شيء انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك، تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بمناسبة اليوم أو بفعالية معينة. برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. وقدم أفضل ما لديك، لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم. وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ما تل ممكن تتلقى اليوم خبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة حاولوا تسهيل أموركم ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو تكمل الدراسة الأجواء جيدة برضو للاتصالات مع جانب أو أشخاص خارج البلاد برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم وبرضو لا تكون جارح بل بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم يعني فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بارده وما تتسرع باتخاذ القرارات. برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حاذروا من تراجع صحي ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما واحسنوا ادارة الوقت اتجنبوا اثارة العداوات واهمال وضعكم الصحي. وخذوا قسط من الراحة واهدأوا وكونوا عند حسن الظن. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً مالياً بتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً طبعاً عندك اليوم حيوية عالية ممارسة هواية أو التقارب العاطفي وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن يظهر لك اليوم لقاء طارئ مع أحد الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتنهم كل يوم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى اي تقصير وما تبخل على العائله بالعطف والنصائح كما انها هاي فتره مناسبه للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج او القلق حول مساله شخصيه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء